محليا يعد المركب الصناعي تيكساك بي تي سي مسيلت واحدا من اربع مركبات تابعه للمؤسسات الجزائريه للمنسوجات، حيث يشهد رفعا في انتاجه، حيث يوفر هذا المركب منتوجات خاصه للمؤسسات الامنيه وكذا منتوجات موجهه للعامه ذات جوده ونوعيه فريده. احمد اوغليش. المركب الصناعي تيكسالج بي تي سي مسيلت واحد من أهم المؤسسات الوطنية للمنسوجات والأغطية، يشهد استرجاعاً لطاقته الإنتاجية بمليون وحدة في السنة، كما يدعم المركب حالياً مؤسسات خاصة وعمومية. رانا نخدموا غاية النهار، رانا مليح كاع شوية هبطت الخدمة، بصح دوكا رانا رجعنا نخدموا غاية، عندنا بزاف لي كوموند لهنايا. من المركبات الأربع الموجودة على المستوى الوطني، عندنا أغطية الأمديان اللي من نوع الجيش الوطني الشعبي، أغطية خاصة بالجرون بيبليك، أغطية الأمن الوطني والأغطية الغير قابلة للاشتعال. بالرغم من إثبات هذا المركب جودة المنتوج الوطني، إلا أن الحاجة إلى الاهتمام بوضعيته تبدو ملحة أمام ضعف الأجور وقلة اليد العاملة. كاين اللي واحد يخدم على يخدم في بلاصة 10 على بالك، ما عندناش العمال، ما عندناش هنايا بزاف، والله بي ثاني يزيدونا شوية ثاني، يعاونونا ويدعمونا شوية بان نزيدو نتقدموا حنايا في الإنتاج، ونشرفوا الجزائر ونشرفوا ان شاء الله كاع الاقتصاد تاعنا في المنطقه تاعنا هنايا. حصل المركب مؤخرا على 10 ماكينات جديده لدعم الانتاج وتحسينه في انتظار ترقيه واقع الموارد البشريه.